السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. عرضت جمالها للبيع وتزوجت فنان شهير وخسرت أموالها في حريق، وتابت فعوضها الله بحسن الخاتمة. أسرار في حياة أول جميلات الشاشة المصرية، وهي الفنانة الراحلة إلهام حسين، وتعد الفنانة من أبرز النجمات الفن في الزمن الجميل، وتميزت بجمالها الصارخ التي لفت الأنظار، وكان جمالها هو المفتاح السحري لدخولها عالم الفن. وعلى الرغم من مشوارها الفني القصير، إلا إنها تركت بصمة في قلوب الجمهور لموهبتها الكبيرة وأدائها القوي، وتعد من جميلات السينما المصرية في الفترة الأربعينيات، ولقبت بجميلة الشاشة الأولى. وكان في حياتها العديد من الأسرار والحكايات والمواقف المؤثرة. ومن أسرار الفنانة الراحلة إلهام حسين إنها نشأت في القاهرة وكانت تحب الفن منذ طفولتها، وحصلت على لقب ملكة جمال العرب عام 1940، وصنفت كأجمل وجه في الشرق، ووقع في غرامها كبار القوم من بشوات ووزراء وسفراء، وإن الملك فاروق نفسه أحبها قبل أن يتعلق بكاميليا، وإنها أثارت غيرة الملكة نازلي وغضبت منها وكادت أن تبطش بها. ولكن لم يعرف عن إلهام حسين حياة اللهو والعبث، وتزوجت من أحد الوزراء الأتراك، ولم يستمر الزواج أكثر من عام ونص، ثم تم الطلاق بينهم. وبعد الانفصال الفنانة إلهام حسين عن زوجها التركي، اتجهت للسينما عن طريق صديقتها أسمهان التي شجعتها لتعرفها على المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن وجوه جديدة في فيلم عبد الوهاب الجديد يوم سعيد. وبالفعل كان أول أدوارها، وكانت بتتمنى أن تكون البطلة الأولى، ولكن لم يقتنع بها كريم كبطلة أو كبطلة أولى، حتى أنه استند إليها دور تاني في فيلم عبد الوهاب برضه قبل الأخير اللي هو رصاصة في القلب. يعد هذا الفيلم أهم وأشهر أفلامها على الإطلاق، فغنى لها عبد الوهاب انسى الدنيا وبلاش تبصني في عينيا. وبعد أن شقت الفنانة إلهام حسين طريقها في عالم السينما، اتجهت إلى مجال الإنتاج وكانت تنتج أفلامها بنفسها، وقدمت أفلام قليلة جدا لكنها مهمة في ذلك الوقت، مثل حب من السماء وشهرزاد والجنس اللطيف وغني حرب. وعندما أصبح لديها من الثروة ما يكفي، اعتزلت الفن وقامت ببيع شركة الإنتاج. وفي عام 1944 بدأت الفنانة إلهام حسين دخول مجال العمل في التجارة والأعمال الحرة، وعملت بها لمدة طويلة إلى أن خسرت أغلب أموالها بسبب حريق القاهرة، ولم يتبقى لها إلا القليل. ووقع الفنان أنور وجدي في غرام الفنانة إلهام حسين وتزوجها، فكانت أول زيجة قبل ليلى مراد وليلى فوزي. ولكن مع مرور الوقت بدأ يشعر بتغيير طارئ على زوجته بعد 6 أشهر من زواجهم، إلى الحد الذي جعله يشعر بنوع من تمردها عليه، حتى إنها طلبت منه أكثر من مرة الطلاق في تلك الفترة القصيرة من الزواج، لدرجة إنها طلبت من المخرج يوم سعيد عدم الاستعانة بأنور وجدي معها في الفيلم، وكان لها ما تطلب، وخاصة أن أنور وجدي لم يكن بعد نجم الشاشة المعروف. ومع زيادة الخلافات بين الزوجين وقع الطلاق بينهم، ولم تستمر إلهام حسين في السينما سوى سنوات قليلة، لتتجه بعدها للعمل التجاري. ونقلت إلهام حسين نشاطها التجاري إلى دول الخليج بعدما وقعت في غرام أحد أثرياء العرب وهو لؤي سليمان الناظر،
وعاشت في بلاد الحرمين الشريفين أكثر من 50 عام، وأصبحت أحد أهم سيدات الأعمال والمال في العالم العربي، وكان لها قصر كبير مهيب كأحد أميرات العرب، وأنجبت ابنتين هما فاتن ولمياء، ولم تظهر إلهام حسين بشكل نهائي مرة أخرى ولا بصورة فوتوغرافية، وظلت في بلاد الحرمين الشريفين واستقرت في مدينة جدة، وقامت بفتح مطعم هناك وعاشت هناك حتى رحلت عن عالمنا وهي تطوف في الحرم المكي بعد إصابتها بسكتة قلبية ودفنت هناك في عام 2003. ورحلت عن عالمنا الفنانة إلهام حسين عن عمر يناهز 93 عاما. كما شاركت الفنانة إلهام حسين في عدد من الأفلام السينمائية، وعلى الرغم من سنوات نشاطها القليلة والتي لا تتجاوز 7 سنوات، إلا إنها شاركت في عدد لا بأس به من الأدوار، وتتميز أدائها بالروعة والإتقان. ولم تشارك الفنانة إلهام حسين في أي أعمال درامية، ولكن شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، ومنها فيلم يوم سعيد مع الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وبعدها نجحت الفنانة إلهام حسين في لفت الأنظار المخرجين لها، فشاركت في فيلم حب من السماء الذي أنتج عام 1943، بطولة كل من محمد أمين ونجاة علي، وفيلم رصاصة في القلب، وفيلم الجنس اللطيف، وده كان عام 1945 مع سامية جمال ومديحة يسري، وفيلم شهرزاد كان 1946 مع حسين صدقي، وكان آخر ظهور لها في فيلم غني حرب بطولة ماري منيب وحسن فايق وبشارة وكيم. ومع الأفلام القليلة، إلا أن جمهور لا يزال يتذكرها بسبب جمالها وموهبتها. وعاشت في بلاد الحرمين الشريفين وماتت هناك، وعاشت هناك حتى رحلت عن عالمنا وهي تطوف في الحرم المكي بعد إصابتها بسكتة قلبية، ودفنت هناك في 15 يونيو عام 2003، ورحلت في سن 93 عاما. ورحلت التي لقبت بأول جميلات الشاشة، وعوضها الله بحسن الخاتمة بوفاتها أمام الحرم في بلاد الحرمين الشريفين.